إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، أيها المؤمنون المصلون، لقد خلقكم الله عز وجل لمقصد عظيم. قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، ليفردوا الله للعبادة. هذا هو مقصد خلق الإنسان، هذا مقصد خلق الله للثقلين الإنس والجن، عبادة الله، إفراده بالعبادة. كل أنواع العبادة تصرفها لله وحده لا شريك له، الصلاة والصوم والحج والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والخوف، كله لله وحده لا شريك له. فمن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ندا مع الله، ووقع في الشرك الذي هو محبط للعمل. فلا تلجأ في الشدائد إلا لله، لا تلجأ لساحر ولا لمشعوذ ولا لعراف ولا لكاهن، فإن لجوءك لهؤلاء ناقض من نواقض الإيمان، لأنك كأنك تقول أن هؤلاء لهم تصرف في هذا الكون، وتعطيهم من صفات الرب، من صفات الرب وهي الرزق وإعطاء الولد، أو معرفة علم الغيب، وهذا موجود عند السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، وكذلك يأخذ حكمه في هذا العصر ما يسمى الأبراج. الأبراج، هذه الأبراج إنما هي نوع من التنجيم، والتنجيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من السحر، شعبة من السحر. فتجد كثير من القنوات والإذاعات بل شركات الاتصالات ترسل لك، أرسل رسالة لتعرف حظك، لتعرف سعادتك، لتعرف سعادتك، لتعرف خيارك لشريك عمرك إلى غير ذلك، هذا كله من علم الغيب. فمن سأله وقرأ الأبراج فكأنما أتى عرافا، ومن صدق هذه الأبراج فكأنما صدق عرافا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ذلك وقال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، مجرد السؤال. فأيها المسلم، يا من تذهب إلى صفحة الأبراج، برج الثور والحمل وغير ذلك والجوزاء، لماذا تذهب؟ فالذي يكتب هذه الأبراج منجما عرافا، فكأنك ذهبت إلى عراف والعياذ بالله. وإن صدقته بما يقول واعتقدت بذلك، اليوم لهم قنوات ولهم صفحات ولهم إذاعات، ويسمونهم العالم الروحاني، عالم الفلك الروحاني، فاحذروهم، فهؤلاء منجمون عرافون يستخدمون علم التنجيم في ادعاء علم الغيب.
ولا يعلم الغيب إلا الله. فاحذروا من هذه الأمور. فهذه الغاية التي خلق الله الإنسان من أجلها هي عبادته وحده لا شريك له، إفراده بالعبادة، إعطاؤه صفات الربوبية. لا تصرف صفات الربوبية لغير الله. من ادعى علم الغيب فقد ادعى أنه ربا للناس، لأن الذي يعلم الغيب هو الله. كل هذه المسائل مسائل مهمة جدا في صميم العقيدة وصميم التوحيد، ينبغي أن نتنبه لها. ومنتشرة للأسف اليوم مع وسائل التواصل، تجد كثير من الصفحات تتقارب إليك لا تدري من أين. هذا المنجم، هذا عالم الفلك، هذا مش عارف إيه، ويتصلون الناس بأسماء مسلمين، محمد وأحمد وسالم وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة، يتصلوا على هذه القنوات وعلى هذه الإذاعات وعلى هذه الصفحات، يقول أنا تاريخ ميلادي كذا، اعرفوا لي حظي، أنا تاريخ ميلاد خطيبتي كذا وكذا، كيف حياتنا بدها تكون؟ حنتوفق ولا حتنفسخ الخطوبة؟ إيش بده يصير في المآل وفي المستقبل؟ هذا كله ادعاء علم الغيب. أنا وددت أن أنبه له، لأنه كثر وانتشر، كثر وانتشر في هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا اليوم في جيب كل شخص على الجوال. تعمل أي خدمة، أي رقم، تعرف رقم رصيدة بتلاقيه تحت كاتب لك اعرف حظك ب 22 أبورة، لتعرف حظك، لتعرف ماذا يحدث لك في المستقبل. إعلانات للعرافة والكهانة، هذه لا تجوز، وينبغي على القائمين على هذه البلد منعها، حماية للمسلمين من الوقوع في الكهانة والتنجيم، الذي هو نوع من أنواع ادعاء علم الغيب، الذي هو ناقض من نواقض الإيمان. إذا غاية إرسال الله للرسل، إرسال الله للرسل للبشرية، هي إقامة العبودية لله في الأرض. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليوحدون. إن دعوة التوحيد هي دعوة الأنبياء والمرسلين، فمن أجلها خلق الله الثقلين وأقام الموازين، وجعل الجنة دار الموحدين المتقين، وجعل النار دار الكافرين. كل الأنبياء والمرسلين جاءوا بهذه الدعوة. قال الله جل وعلا مخبرا عن الأنبياء والمرسلين قولهم لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره، أي لا تلجأوا إلا لله، افردوه بالعبادة. اللجوء في الشدائد لا يكون إلا لله، لا تلجأ إلا لله في المرض، في السفر، عند الغرق، عند شدة ضيق الحياة، عند طلب الولد، وعند رفع المرض، لا تلجأ للمشعوذين فإن الشافي هو الله. لا تلجأ للعرافين والمشعوذين والصحراء فإن رازق الولد هو الله. إن مالك السعادة هو الله جل في علاه. فاطرح كل هذه الأمور تحت قدمك فإنها من الجاهلين. النبي صلى الله عليه وسلم يوم خطبة الوداع قال: ألا إن ودعوى الجاهلية كلها مطروحة تحت قدمي. وهذا من الجاهلية، اللجوء لغير الله بالصحراء والمشعوذين والكهان والعرافين، هذا من نواقض التوحيد. فاحذروا يا عباد الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأرسل الله الرسل ليبينوا للناس طريق النجاة، وليهدوهم إلى سبيل الرشاد والصراط المستقيم. وتركزت دعوتهم على الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. أول واجب هي كلمة التوحيد. فحين يدخل الكافر الإسلام لا يصح إسلامه إلا بنطق هذه الكلمة، فهي أول واجب وأهم المطالب، أي تحقق هذه الكلمة، فهي ليست مجرد لفظا يقال، إنما فهما لمعناها.
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. كان الكفار إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون، كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لأنهم علموا معناها، علموا معناها ألا تدعوا إلا الله وأن تترك اللات والعزى والأصنام والطواغيت التي عبدت من دون الله، فكانوا يعلمون معناها، فهي ليست كلمة تقال باللسان، إنما كلمة تقال باللسان فهما بالقلب والجنان، فتفهم معناها. لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله وحده أن تفيده بالعبادة، فلا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله وحده لا شريك له، لأن كل من عبد من دون الله إنما عبد بالباطل، إنما عبد بالباطل. هذه الكلمة الطيبة التي جاء بها الأنبياء والمرسلون، تركزت دعوتهم عليهم السلام على هذه الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، فهي أول واجب وأهم المطالب ومفتاح الجنة، ومن أتى يوم القيامة بغير مفتاح لا يفتح له، والمفتاح بأسنان، فمن عنده مفتاح وقد صدعت أسنانه فكيف يفتح بابه وهذا في الدنيا؟ ولا إله إلا الله لها أسنان يجب المؤمن أن يأتي بها صالحة صحيحة يوم القيامة حتى يفتح له أبواب الجنة، وهو أن تعلم معناها لا معبود بحق إلا الله، أن تصدق بها لا كالمنافقين الذين قالوها نفاقا ليس صدقا من قلوبهم إنما لفظا من ألسنتهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا علما بمعناها وعملا بمقتضاها وصدقا بها ويقينا على ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بغير شك، فلا تشك بأن هناك من المخلوقات يستحق شيئا من أنواع العبادة من دون الله، لا أولياء صالحين ولا أنبياء ولا جبريل ولا أحد من البشر، كل هؤلاء عباد لله مكرمون، إنما توجه عبادتك لله والانقياد لها، أن تنقاد لهذه الكلمة، كل هذه من أسنان كلمة التوحيد شروطها، الانقياد لكلمة التوحيد أن تنقاد لها بالعمل، العمل بما أوجبه الله عليك من شريعة الإسلام، والقبول للوازمها بالبراءة من الشرك وأهله، والولاء للمسلمين والمؤمنين، أن تبغض اليهود لكفرهم لأنهم اعتدوا على حق الله وقالوا عزير ابن الله، لأنهم يقتلون الأنبياء والمرسلين، لأنهم يعادون دعوة الإسلام، تبغضهم بغضا عقائديا دينيا لا قوميا من أجل الأرض، تبغض النصارى لأنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالوا عيسى ابن الله والعياذ بالله، إذن تبغضهم لأجل شركهم، وأن تبغض المشركين لأنهم يعتدون على حق الله في إفراده بالعبادة ويلجؤون لغيره ويعظمون غيره. إذن هذه هي أسنان مفتاح الجنة، أسنان مفتاح كلمة التوحيد التي ينبغي أن تأتي موقنا بها، عاملا بمقتضاها، عالما لمعناها، مطبقا لها في حياتك واقعا عمليا، منهاش حياة، ولاء وبراء، ولاء للمؤمنين وبراء من الكافرين، اليهود والنصارى والكفار والرافضة الملاعين وغيرهم أعداء المسلمين. إذن هذا هو أصل من أصول دعوة المرسلين، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يا محمد، ما أرسلنا من رسول من قبلك إلا وأمرناه أن يدعو لهذه الكلمة ويأمر أقوامهم، وأنت مثلهم،
خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، جاء بهذه الكلمة الطيبة، كلمة عظيمة التي ينبغي أن نعلم معناها وأن نحقق شروطها واقعا عمليا، فهي تجسد دعوة الأنبياء وكلمة التوحيد. كل الأنبياء قالوا لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي أهم قضية في دعوة الأنبياء والمرسلين، في دعوة الأنبياء والمرسلين توحيد الله والإيمان به، ثم القيام بشريعته في الحياة الدنيا لنيل رضاه وثوابه وجنته في الآخرة، والنجاة من عذابه وغضبه وعقابه وناره. فجاء المرسلون وأخبروا الناس بأن هذه الدنيا فانية، متاع زائل، ودار ممر إلى دار مستقر زين للناس فيها الشهوات، وتوشك أن تفنى وتذهب هذه الدنيا، توشك أن تفنى وتذهب. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. إذن هذه دعوة الرسل إلى الناس، تبين لهم حقيقة هذه الدنيا الزائلة أنها دار ممر تستخلف بها على أوامر الله لتصل بذلك إلى الآخرة، دار المستقر، إلى النعيم المقيم في جنات المتقين، إن كنت مطيعا طائعا لأوامر الأنبياء والمرسلين، وإن كنت سوى ذلك والعياذ بالله فالعذاب والنار للكافرين. والقضية الثانية التي جاء بها المرسلون هي تعريف الناس بخلقهم، كيف خلقوا؟ من طين وماء مهين، ومن الذي خلقه؟ رب العالمين جل في علاه، ونشأتهم ومعادهم ونهايتهم إلى جنة أو نار. فعرفوا الناس من خالقه ولما خلقه وما ينتظرهم بعد الموت من جزاء وحساب وثواب وعقاب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذا رد على الملاحدة وعلى الشيوعيين الذين ينكرون يوم القيامة وينكرون يوم الحساب ويعتقدون بأن الذي خلقهم هي الطبيعة، هذه الطبيعة الزائلة التي أوجدها الله. هذه الآية رد على هؤلاء الضالين الملحدين الشيوعيين الحاقدين على الإسلام الذين يحاربون الإسلام في كل مكان، دمروا المسلمين في بلاد الشام وفي العراق، ويدعمون أعداء الإسلام للقضاء على المسلمين، وحاربوا المسلمين في البوسنة والهرسك وفي الشيشان، هؤلاء الملحدين. من جاءت دعوة الأنبياء لبيان أن معتقدهم ضال وأنهم ملحدين وأن مآلهم إلى النار، وأن البعث والنشور حق، وأن الجنة والنار حق، والحساب والثواب والعقاب حق، ويوم القيامة يرونه عين اليقين. هذا، واستغفر الله. الحمد لله حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين ضحوا لهذا الدين وأقاموا الدين بدمائهم وأموالهم وحياتهم صادقين مخلصين لهذا الدين، فأعزهم الله ورضي عنهم رضاء مثالا لنا نحتدي به في القرآن العظيم، كي نسير على نهجهم وعلى ضربهم بالصدق والإخلاص والاتباع، لا بالكذب ولا بالتفرق ولا بالركون إلى الدنيا، ركنوا إلى رب العالمين فعلموا أن رزقهم من الله، فبذلوا الغالي والنفيس في سبيل هذا الدين.
رضي الله عنهم وأرضاهم. والقضية الثالثة في دعوة الأنبياء والمرسلين أنهم جاءوا بنظام عام شامل متكامل يضبط حياة البشر ويحقق مصالحهم ويدفع الشرور عنهم ويقيم العدل بينهم. فجاءوا بنظام رباني لسياسة الناس وإقامة دنياهم بالعدل، ودعوا الناس للعمل به والامتثال به، فلا استقامة للناس إلا بالسير على ما جاءت به الأنبياء والمرسلون والأخذ بهذا النظام المحكم من لدن حكيم خبير جل في علاه، وترك الأنظمة البشرية والقوانين الباطلة الوضعية من رأسمالية واشتراكية وشيوعية وعلمانية وديمقراطية وليبرالية وغير ذلك من المناهج الضالة التي أحدثها الضلال ليزيغ الناس عن الصراط المستقيم. فماذا حدث باشتراكية الروس؟ قد انهدم، ورأسمالية الغرب قد سقط، والربا هو حرب على الله ورسوله. من كل هذه الأنظمة أنظمة فاجرة فاشلة لا صلاح للبشر فيها، إنما الصلاح فيما جاءت به الأنبياء والمرسلين التي جاءت بنظام شامل في جميع مناحي الحياة، في الحرب والسلم، في الاقتصاد والعمل، في الزواج والطلاق وأحكامه وضوابطه، في البيع والشراء وفي التجارة وضوابطها، في التعامل مع الكفار وأهل الذمة والمحاربين والمسالمين والجيران والجار المؤمن والجار المسلم والجار القريب وذوي القربى. كل ذلك موجود في هذا النظام الرباني الإلهي الذي أوجده الأنبياء والمرسلون وجاءت به شريعة الإسلام الخاتمة الشاملة الكاملة التي لا نقص فيها ولا عجاج. هذا هو النظام الرباني الإلهي الذي ينبغي على الأمة أن تتبعه. فدعوة الأنبياء أهم مهماتها التوحيد وإقامة عبودية الله في الأرض وسياسة الرعية وفق أحكام الله الشرعية وإقامة العدل بينهم. فالعدل الشامل والنظام الكامل في هذا الدين القوي، لا في المناهج الحزبية ولا القوانين الوضعية ولا أهواء البشر. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يا محمد، الأنبياء والمرسلين من قبل جاءوا بمنهاج وشريعة واضحة فيها العدل وفيها إقامة الدين، فاتبعها وطبقها بين الناس لتكون لهم العزة. وإذا أردنا العزة يا إخوان في هذا الزمان والنصر والتمكين، وأن نبتعد عن ضنك المعيشة والمين، المين أي الظلم الذي نحياه، فعلينا أن نسير على نهج الأنبياء المرسلين ودعوتهم التي فيها النصر والعزة والتمكين. اللهم انصرنا، اللهم أعزنا بدينك، اللهم يا رحمن الرحيم ارحمنا، اللهم وفقنا يا رب العالمين لاتباع سنة نبيك ولتوحيدك ولنفي الشرك يا رب العالمين من مظاهر حياتنا صغيره وكبيره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتول أمرنا وأقم العدل بيننا وأصلح ذات بيننا وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأنت يا مؤذن أقم الصلاة.